السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ما مسا، احنا صباح واحلى مسا يا جماعة. الله يصبحكم يربحكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. شلونكم يا جماعة؟ انا معي جوال هنا، ما ادري ايش فيه، يشحن، جالس احاول فيه يشحن لكن ما يصلح الحال. لا شحن ولا ابراج اليوم، وش السالفه؟ ها ايه والله، لكن العوض ولا القطيعه نخليه يشحن بالشاحن الثاني، غادي يشحن يعبي، نرضعه شوي. ايه اشحن 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 يا مال الصلاح. شلونكم يا جماعة؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين. يا مرحبا والله فيكم، وسهلا ومقربا. وش حالكم؟ طاب حالكم؟ زنفالكم؟ وش العلوم؟ وش من جديد عندكم يا الانستغرام؟ هاتوا جديدكم. وين متجمد عندكم الماء؟ وين فيه يا علي؟ الحمد لله الحمد لله. ليش ما سوي بث بدري؟ على حسب وقت الفراغ. برد وثلج الحمد لله. وين؟ فشار؟ ما في فشار، بيدي ان شاء الله شوي. الله يجعلكم بخير يا رب العالمين. هذا البث برعاية فشار. جزاك الله خير، تحبني في الله في امريكا. الله يرزقكم الامن والايمان والطمأنينة ويحفظكم بحفظه يا رب العالمين. قولوا امين. والله جوالي جالس يشحن، شوفوا ها، توني بعد فتحت السناب عليه هنا، ها توني فتحت السناب عليه، وينه؟ هذا هو يشحن. 2% 2%، اي والله الله يعين. علمني وش احط على وجهك عشان تصير حلو. لا حول ولا قوة، اذكر الله بس، اذكر الله قال تصير حلو. حط على وجهي شيء، هذا خلقة ربي. اي والله الله يجملنا بطاعته يا جماعة. عبد الملك طف الموقع، والله انك صادق، شكله اللي يصرف علي. تبنى توصيل الشحن، وفي برامج انت تشتغل ثريها. يا حليلك يا محمد، يا حليلك انت، حلاوة حلاوة كريمان. الله اكبر. اليوم وش عندنا يا جماعة؟ مو مسوي عملية تجميل، نوم نوم، يا اللي عندك نوم معذور. اليوم وش السورة اللي عندنا؟ وش اليوم السورة اللي بناخذها اليوم؟ ها اليوم وش سورتنا اليوم؟ اي سورة اليوم معنا؟ يا سلام، في ناس محضرين، في ناس محضرين سورة الفجر. لا وين القدر؟ لا انت محضر هين يا نايف. امين، وجه وجهك يا رب العالمين، لعلك ما تفيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الغاشية؟ لا، سورة الفجر اليوم، اليوم سورة الفجر. لكن للأسف أن المصحف ما هو معي، فراح نفتح التفسير من الجوال. أنا محمل التفسير نفسه في الجوال. فاليوم عندنا سورة الفجر، لكن المرجع المصحف ما هو معي، لكني محمل التفسير في الجوال.
محمل التفسير في الجوال. التفسير تفسير الأحلام اليوم بعد الجوال مهم معي. الجوال مهم معي حق تفسير أحلام. فبنشوف لكم إن شاء الله طريقة عشان تفسيرات أحلامكم. طريقة استثنائية بما أن الجوال مهم معي. طيب. نايف. نايف صاحبنا قارئنا. يا نايف قارئنا. أحلى شيء ودنا أنك تسولف. والله السوالف منها ومنها نسولف ونفسر. هذان هذان نايف يلا جاهز القراءة يا نايف. طيب نايف تعرف جوالي ودي يكب الاتصال عشان البث يقطع. تعرف جوالي يا نايف حق الرقية؟ تعرف جوالي الرقية نايف؟ تعرف ما تعرفه؟ طيب أبعطيك إياه عشان أما تعطيني أتصل عليك أو تتصل علي عشان لا إله إلا الله. تتصل علي ونقرأ سورة الفجر إلى نصفها ثم نبدأ بالتفسير. سجل جوالي يا نايف. طبعا هذا الجوال للرقية الشرعية فقط، مخصص للرقية الشرعية، للتنسيق الرقية الشرعية أو الاستفسارات في الرقية الشرعية. سجل يا نايف 0530. نايف معي؟ معي يا نايف؟ معي يا نايف؟ خليني اثبت الجوال. يصير تشبكه معي باللايف بس انه يقطع يصير، انا ما ابغى. طيب سجل 0530 15 27 89. اتصل علي. اتصل علي يا نايف. تراني انتظرك يا نايف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله نايف. مرحبا، حيا الله الشيخ. الله يحييك، يا مرحبا. شلونكم؟ طيبين؟ عساك بخير. طيب حالك وزين فالك؟ الله يبارك فيك يرفع قدرك. جاهز لسورتنا اليوم يا شيخ نايف؟ عسى احنا في البث ولا بعيدين عن البث؟ لا لا، احنا في البث موجودين ويسمعونك البث. طيب استعن بالله، استعن بالله لين اقول حسبك. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. حسبك يا نايف. الله يرفع قدرك. الله يفتح عليك. لا تنسى بدعواتك يا شيخ محمد. بارك الله فيك يا شيخ نايف. جزاك الله خير. الله يحفظك. الله سلامة الله. طيب. معنا اليوم مطلع سورة الفجر. مطلع سورة الفجر من قول الله عز وجل. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. الله عز وجل سبحانه وتعالى يقسم في هذا الموضع بوقت الفجر. يقسم بوقت الفجر. إذا قرأت والفجر أي هذا واو القسم. الله عز وجل يقسم بوقت الفجر. ثم قال سبحانه وتعالى وليال عشر. اختلف العلماء، منهم من قال هي عشر من ذي الحجة، ومنهم من قال هي العشر الأواخر أو عشر الأواخر من رمضان. والشفع والوتر، من العلماء من قال الشفع والوتر يعني صلاة الشفع والوتر، الشفع والوتر. ومنهم من قال اللي هو يوم عرفة ويوم العاشر من ذي الحجة. فالعلماء اختلفوا على عدة أقوال في هذا الموضع. ثم قال الله عز وجل والليل إذا يسر، يعني سبحانه وتعالى يقسم بالليل إذا أظلم. إذا قرأت والليل إذا يسر يعني والليل إذا أظلم، يعني سبحان الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذه آية من آيات الله عز وجل. يعني بعض الناس يحسبها شيء عادي، كل يوم يجي الليل وكل يوم يجي النهار. لا، هذه آية من آيات الله. كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أو كم يبدو أنها هكذا السورة في سورة يوسف. من أخطأت تصححوا لي. والليل إذا يسر يعني إذا أتى الليل بظلامه. في الأقسام هذه الماضية والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هذه يقصد فيها أليس في هذه الأقسام المذكورة يعني من يقتنع فيها لعظمة الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل وقدرة الله عز وجل. يعني هذه الآيات اللي ذكرها الله عز وجل دليل على وحدانيته ودليل على ربوبيته ودليل على ألوهيته سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني ألم ترى أيها الرسول. نعم، هل في ذلك قسم لذي حجر، المقصود فيها أليس في الأقسام المذكورة مقنع لذي عقل، يعني من يقتنع لمن لديه عقل. ثم قال الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، يعني ألم ترى أيها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كيف فعل ربك بقوم عاد. قوم عاد، عاد من أرسل إليهم يا جماعة؟ اللي مركز معي، قوم عاد من أرسل إليهم من الأنبياء؟ ها، قوم عاد من أرسل إليهم من الأنبياء؟ قوم عاد، ما حد مركز شكله، ما حد يدري. ها، عاد من أرسل إليهم؟ ها، قوم عاد، قوم عاد من أرسل إليهم؟ صحيح، هود. وإلى عاد أخاهم هودا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، وهي قبيلة إرم، تسمى قبيلة إرم. كانوا عندهم قوة في البنية، كانوا شديدين القوة في البنية، شديدين القوة في الأجسام في العظام، كانوا قويين البنية، كانوا قويين البنية. إرم ذات العماد، قبيلة إرم، ها، إرم ذات العباد، قبيلة إرم ذات القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة. ثم قال الله عز وجل التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي التي لم يخلق مثلها في البلاد
في عظم الأجساد وقوة البأس، أعطاهم الله عز وجل قوة أجساد وقوة بأس، أعطاهم بسطة في الأجسام، أعطاهم بسطة في الأجسام. قبيل هذه القبيلة قبيلة إرم اللي أرسل إليهم نبي الله عز وجل هود. ثم قال الله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. طيب قوم ثمود من أرسل إليهم من الأنبياء؟ قوم ثمود من أرسل إليهم من الأنبياء؟ من يا جماعة؟ أحد مركز؟ أحد معي؟ ظاهر نايمين الربع هنا. ثمود صحيح، أحسنت، صالح عليه الصلاة والسلام، قوم صالح، نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، صحيح. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، إيش معناه جابوا؟ جابوا الصخرة بالواد، يعني بعض الناس يفهم أنهم جابوا يعني حملوا ورفعوا، جابوها من الوادي اللي عندهم، هذا غير صحيح. جابوا الصخرة بالواد أي الذين قطعوا الصخرة بالوادي واتخذوا منها بيوتا. إذا قرأت معناه جابوا الصخرة بالواد يعني اللي قطعوا الصخور في الوادي، قطعوا الصخور في الوادي، قطعوا الصخور في الوادي، هذا معناه جابوا الصخرة بالواد. وفرعون ذي الأوتاد أي فرعون ملك مصر صاحب الجنود الذين ثبتوا ملكه وقووا له أمره. فرعون ذي الأوتاد يعني ملك مصر اللي هو فرعون صاحب الجنود الذي ثبته ملكه وقووا له أمره. الذين طغوا في البلاد من هم؟ يعني اللي ذكرهم الله عز وجل، قوم ثمود وقوم عاد وفرعون، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد بظلمهم وبشركهم بالله عز وجل وبانتشار معاصيهم وبذنوبهم، فصب عليهم ربك سوط عذاب، يعني عذابا شديدا، عذابا شديدا. ثم قال الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، يعني أيها الرسول إن الله عز وجل لبالمرصاد لمن يعصيه، يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني الإنسان إذا ما اختبره ربه سبحانه وتعالى بالنعمة وبسط له رزقه وجعله في أطيب عيش فيظن أن ذلك كرامة عنده، فيظن ذلك أنها كرامة له من عند ربه فيقول ربي أكرم. يعني بعض الناس إذا الله عز وجل فتح عليه وأعطاه ومن يعرف إيش يظن أن هذه النعم اللي هو فيها هذا إكرام من الله عز وجل، وقد تكون ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ابتلاء وأكرمه ربه ونعم فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يعني إذا ما اختبره فضيق عليه رزقه فيظن أن ذلك إهانة له من الله عز وجل فيقول ربي أهانا، وهذا غير صحيح. قد يكون هذا ابتلاء وقد يكون هذا استدراج. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فبعض الناس يفتح له من الأموال ولكنه يطغى فتنة، لكن بعض الناس فقير ففي فقره ابتلاء من الله عز وجل ورفعه، لذلك الله عز وجل يعطي الغني لحكمة ويعطي الفقير أو يفقر الفقير لحكمة منه سبحانه وتعالى. إذن اللهم صل على نبينا محمد، نكتفي بهذا لدرس اليوم، نكتفي بهذا لدرس اليوم. إذن غدا بإذن الله أو بعد غد نبدأ إن شاء الله بإذن الله. كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم. طبعا جتني بعض الفوائد لا أخفيكم سرا، بعض الأخوان يتابعني في اللهم صل على نبينا محمد،
أرسل لي بعض الفوائد لسورة سورة الفجر. يدري إن عندي الدرس هذا فيه فوائد فيه شرح لهذا السورة، فأرسل لي بعض الفوائد جزاه الله خير. أول الفوائد اللي أرسلها عن قول الله عز وجل والشفع والوتر والوتر، قال أي أن تصلي الشفع والوتر. ثم قال عن قول الله عز وجل وين إيه قال لا بعدين هذه نصلها تسا ما وصلناها إيه لعلها جل تكون في الدرس القادم، لعلها تكون في الدرس القادم إن شاء الله. الفوائد هذه اللي أرسلت لي بإذن الله تكون في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما ذكرنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. قلوا أمين يا جماعة. طيب اليوم بالنسبة لتفسير الأحلام، بالنسبة اليوم لتفسير الأحلام، اللهم صل على نبينا محمد. الرقم والله ما جبته معي، الجوال كله ما جبته معي حق تفسير الأحلام. فإيش تقترحون طريقة للتفسير؟ إيش تقترحون طريقة عشان نفسر فيها؟ إيش تقترحون طريقة عشان نفسر لكم أحلامكم؟ بناخذ كم رؤية؟ إيش تقترحون من طريقة؟ أحسن تسألنا، هذه اللي راحت عن بالي بس برجع أسألكم. طيب أول قبل تفسير الأحلام، لا دايركت صعب وما دايركت. طيب قبل تفسير الأحلام بالقسط، لا بالقسط بيطلع في بنات وأنا ما أبغى بنات يطلعون قسط. بالنسبة لتفسير، بالنسبة لدرس اليوم، نبغى فوائد من درس اليوم، نبغى فوائد من درس اليوم. من يعطينا فوائد؟ نشوف الفوائد الجميلة ونثبتها. يلا أعطونا فوائد من درس اليوم. اليوم درس اليوم وش هو؟ نبغى فوائد منه، فوائد جميلة. مو شرط على الفوائد اللي ذكرتها وتفسير اللي ذكرته، قد يكون عندك فائدة ما ذكرت أنت. الصوت انقطع ما أدري. طيب أقول بالنسبة اليوم فوائد لدرس اليوم، أعطونا فوائد لدرس اليوم، أعطونا فوائد من درس اليوم. سورة الفجر في الآيات دلال على الألوهية والربوبية وحدانية سبحانه وتعالى. سلام عليك. إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. أحسنت. أخذ العظة والعبرة من قصص القرآن. أحسنت. أهمية ذي العشر ذي الحجة. أحسنت. أخذ العبرة والعلم من الأقوام السابقة. أحسنت. قسم الله بهذه الأوقات لعظمتها وبركتها. بارك الله فيك. أن الغنية قد تكون مرات منعمة. أحسنت. فائدة أن الإنسان لا يغره الخير اللي عنده يمكن يكون ابتلاء. أحسنت. العظة وقبر من قصص الأمم السابقة. إن ليل ونهار من آيات الله وفيه دلالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. العظة والعبرة من الأقوام السابقة. أتمنى فهم اللي بيوص. ذكر قصص الأقوام السابقة والتعاظ من أهمية الصلاة الشفع والوتر. أحسنت. عظم وقت صلاة الفجر، لذلك الله عز وجل أقسم فيها في رقية ولا نام لا نام. والشفع والوتر أوتر قبل أن تنام. أحسنت. في قول تعالى ربك المصاد فيها تطمين للمظلوم أن الله سيأخذ حقه مهما طال الزمن. أحسنت. نايم. أن قوة جسد الله، أن قوة الجسد لا تغني عن قوة الإيمان والعقل. يا سلام عليك يا شيخ، أول فائدة تذكر يعني ما كررت. إن الله على كل شيء قدير. أحسنت. هنا البنات قصد الشباب تفسر أحلام كذا أحلى. لا والله مو أحلى. إن الإنسان ما يغتر بنعمته مفروض يشكر الله ويحاول قدر ما يقدر يستخدمه في طاعة. أحسنت. إرم قبيلة المعروفة في اليمن، قسم الله في مخلوقاته. اليوم السابق عذبهم الله إلا أمة محمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ربه عز وجل إن في أو هو قال صلى الله عليه وسلم إن في الأرض أمانين، أمان وجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود الاستغفار. وما كان ربك معذبهم وهم يستغفرون. أهمية الوتر عظمة لكل ظالم نهاية. أحسنت. رمزي أو رمزة أو كذا اسمك. إن الله يمهل قليلا ولا يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. التفكر في مخلوقات الله. أقسم الله بالفجر، بين هذا من عظم صلاة الفجر. أقسم بالله بالصبح، وقيل الفجر فجر يوم النحر. صحيح. إرادة الله في كل شيء. عليكم السلام. عليكم السلام. إن الله يرصد أعمال الناس ويراقبه ليجازي من أحسن بالجنة ومن أساء بالنار. شكر الله على النعم. أحسنت. إن ليل والنهار آيات. يا سلام عليكم، يا سلام عليكم. بيض الله وجهكم، بيض الله فيساتكم، بيض الله وجيهكم يا جماعة.
أسأل الله أن يجزاكم خير الجزاء. ما قصرتوا ما قصرتوا، أتحفتونا بهالفوائد الجميلة عز الله، ما قصرتوا. اللهم صل على نبينا محمد. طيب بالنسبة اليوم تفسيراتنا اليوم تفسير الأحلام، نكتفي بالفوائد هذه. أسأل الله أن يبيض وجيهكم يتبيض وجوه تسود وجوه، قولوا أمين. اليوم فسرنا سورة بداية سورة الفجر. طيب الله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يقسم المخلوق إلا بالخالق. ترى أنا مذاكرك بالأسئلة، حط فائدة جزاك الله خير. طيب حبيبة حبايبنا، أسأل الله أن يسعدنا وإياكم. بالنسبة لتفسير الأحلام، شلون الطريقة اللي تشوفونها أنسب؟ لا تتعبني ولا تتعبكم. أول شيء خلونا نصب النشاهي ونروق ونزين الخاطر. إي والله إي والله، خل نزين الشاهي يا جماعة. القريب يقرب، الله يحييه، القريب يقرب. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، ترحيب السيل، يا هلا يا مسهلا، يا هلا يا مسهلا، يا مرحبا ترحيب السيل، يا مرحبا يا مرحبا. أحلى استكانة شاي الآن على كيف كيفكم، تعدل جوك وتغير جوك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله ما شاء الله. بس كنه قال باللونه، وش أحلى الشاي، شاهينا اليوم ما هو صافي، ما أدري شفلة شاهينا اليوم ما هو صافي. بسم الله. يمشي اسمه صافي. طيب ايش الطريقة اللي تشوفونها مناسبة؟ ايش الطريقة اللي تشوفونها مناسبة؟ هني هني وعافي على قلبك. مو صافي، في شوي مو صافي، يعني مشي الحال مشي الحال. طيب اليوم شغلك في ابي اذكر الله يا نايف، ذكر الله زين يا نايف. البراء مسوي حليب عش سوي، والله جديد الشاحن، شو ما ادري ايش فيه، لونه قالب شوي. طيب انا ما معي مشكله اتصال، رقم اتصال تبون نحط اتصال سناب، اتصال سناب، اتصال سناب يجي، يجي اتصال سناب، يجي اتصال سناب، اتصال سناب يجي. كان عليه ليموني، والله انا مستغرب صراحه، ما ادري ايش فيه، ما ادري ايش بلاه، ما هو مضبوط، ما هو صافي. طيب نبي سناب، سناب اتصال سناب. طيب عندكم سنابي اليوم استثنائي، بس اليوم، بس اليوم استثنائي، اليوم بس استثنائي. ليش؟ لأن الكتابة هنا مستحيل جدا. تذكرون ذيك الأيام إذا ثبتنا رؤية فلان من الناس أو فلانة من الناس، قلت سألتها أنا أسئلة تروح لها فترة، وأحيانا تستحي ترد قدام الناس، وأحيانا ينقطع عندها الانترنت، لكن اتصال في السناب. إيش رأيكم؟ أمي موجودة تسمعني أكلم السناب، استحي. أحسن لا تكلمين، لا تكلمين، الله يجزاك خير. لا سناب رسائل، اتصال اتصال. انت تبي متابعين؟ ايه عندي متابعين بدون ما بحاجه هالشيء. انا اقول استثنائي مسوي اللي قال يا قافطني. انه يجعل لك خير مسوي قافطني، والله العظيم تابعيني هنا نفس اللي في السناب. طيب اللي ما يبغى اتصال ما هو لازم، اللي ما يبغى اتصال يجلس، اللي ما يبي بكيف يا جماعة، مو اجبار. هي سناب اذا اتصال اكثر من واحد يفصل، والله العظيم. طيب اول اتصال، اول اتصال. السلام عليكم، اتصال سناب يا جماعة، هذا علم. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم،
معلق قطع. طيب مو بكلكم اتصلتوا دفعة واحدة ما شاء الله عليكم، ما عاد صرت ما ادري كل شوي يطلع لي اتصال 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 ما عاد ارد على من. طيب السلام عليكم، معلق ما نجحت الخطة. السلام عليكم، ما نجحت الخطة. يعلق للأسف. السلام عليكم، واحد واحد. طيب السلام عليكم. السلام والله، تفضلي. ألو، تفضلي يا أختي. رأيت رؤية أني كان كأننا برمضان ونجهز فطور مع أمي في المطبخ، ومن ضمن القدور اللي تطبخ على الفرن شفت سمكتين تطبخن أمي، وخذيت قاعدة أجهز الحلا وخذيت حلا وقاعدة أجهزه بصحن أبيض وعليه أزرق بأحمر كذا مرة معجب. معليش معليش، عدي رؤيتك، عدي رؤيتك، ما ركزت. عدي رؤيتك. رأيت إن كأننا برمضان. هذه الرؤية متى أول؟ وأمي تطبخ نجهز فطور برمضان بس. متى الرؤية طيب؟ هذا قبل أسبوع تقريبا. إيه. شلون؟ أيوة. قطع. كملي. ألو. كملي يا أختي أسمع. شلون؟ اسمع أسمعك كملي. أيوة. أي تطبخ أمي، ومن ضمن القدور اللي تطبخ شفت سمكتين تطبخ أمي، شفت كذا أنهن يطبخن وطالعات من عند القدر شوية من فوق مرتفعات، وفتحت الثلاجة قعدت أجهز حلا، الحلا قعدت كذا مستطيل أحمر يا وكذا كأننا طلعنا أنا وياه قعدنا نمشي رايحين محل مشي على وين رايحين؟ جولنا. وين رايحين؟ قريب لبيتنا بالحلم طبعا، ما عندنا قريب بالحقيقة. وين رايحين تقولون؟ وقعدنا اختار كذا حلا بس ما محل. محل ليه؟ ايوه 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 وروح اخترت حلا بس ما خذيته، يعني كذا شفت في حلا تمر وفي طيب. انواع حلا بس طلعت انا وياه وقعدنا نمشي كأن بيتنا على طلعه شوي مرتفع. طيب بس خلاص خلاص لا، وقعدنا نمشي كذا مرتفع شوي على طلعه لا وقعدنا نرتفع نمشي وكأن نظرت لبنت جنبي ايام دراسه انا ما اعرفها اصغر مني بسنه اسمها عجائب، وكذا نظرت له وقعدت تمشي معاي تمشي وانتهى الحلم، إن دخلنا كأننا خلصنا الطلعة وصلنا كأننا قربنا لبيتنا وانتهى الحلم. أنت حاضر مناسبة قريب؟ حاضر مناسبة قريب؟ لا ما حضرت. والرؤية قبل أسبوع، عندكم مناسبة قريب؟ ها؟ لا 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 لا. ايه انت متزوجة او غير متزوجة؟ لا متزوجة، بس للعلم ترى انا لي يمكن 6 شهور يعني ارقي وصورة البقرة يومية ما اتركها، اقراها وارقي على نفسي. ليش ترقين؟ ليش؟ 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 عشان ايش ترقين؟ ما اسمع، يقطع الاتصال. عشان ايش ترقين؟ كذا اني احس يعني مرات. طيب هذه اقول والله العالم كذا وارقي بس الحمد لله. اسمعي الله يفتح عليك، اقول هذا والله العالم مناسب تحضرينها قريب ان شاء الله باذن الله، فيها مناسبة بتحضرينها إن شاء الله بإذن الله، فيها فرح فيها سرور إن شاء الله بإذن الله. واللي ما أنا متأكد منه أن عندك بعض التأخرات أو التعطيلات في حياتك لكنها تزين إن شاء الله.
خلاص الله شلون تعطيلات ايش عندك بعض التعطيلات او التاخرات اقول ان شاء الله انها ما اسمع تعطيلات بايش يا شيخ اسمعي البث خلاص اسمعي البث اسمعي البث اي عندي تاخير بالحمل اي هذا هو بس مع الرقيه ان شاء الله بتحملين اي طيب شكرا السلام عليكم طيب صار كل العالم يتصلون في انستغرام تمام ما لقينا حل يا ولد ايش تسوي ها شوف كلهم اتصال 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 شلون ارد على ذولي كلهم ها شلون شلون يا جماعه طيب لا عاد احد يتصل وقفوا اتصالات وقفوا اتصال خلاص وقفوا اتصال يا جماعه وقفوا اتصال والله بسهل كثير وقفوا اتصال وقفوا اتصالات علق والله علق والله علق وقفوا اتصال جماعة وقفوا اتصال ايش فيكم انتم ما في جوالي مو معي حق ال وقف خلاص معود يا ابوي خلاص يرحم امك خلاص وقفوا رسائل وقفوا اتصال اصبروا نشوف النحل وقفوا شوي اصبروا صلوا على النبي خلوني اشوف طريقه وش اسوي دوختكم ولا شيء اصبري الله يجعل لك خير يعني انت اسمك مرام ترى شغلتي امي فكينا من اصبري شوي الله يجعل لك خير خلاص جماعة خلاص ما يفهمون هذول خلاص شوف أقول له خلاص ويتصل خلاص يتصل خلاص الله يرحم والديكم خلاص فكونا منكم فكونا لا انجينا رسائل سناب بقد يتصلون وانا ارد عليه انا ارد على رسائل ما يصلح والله طيب انا ما في حل اليوم للتفشيش شو الحل السناب علق منهم يا لوديز ما ادري ايش اسمك انت فكنا منك لا تتصل لوديز الله يرحم امك انت اللي اسمك لوديز وش الاسم احس اسم علاج بعد نقرا عليكم تنحاشون اي وقف يا سلام عليكم طيب صليتوا على النبي اللهم صل على نبينا محمد طيب ايش رايكم في خاص انستغرام يناسب خاص انستغرام افتح الانستغرام هنا الخاص الجوال الثاني هذا اليوم بس استثنائي اليوم بس ها طيب جالس اسمع يا هو اتكلم انت بالذات لا تتكلم يعني تقول اسمع يا هو قبل شوي تقول دور متابعين والحين تقول اسمع يا هو ما نرد عليك مره ما لا اخر عني لا تحاتيني زعلان عليك انا زعلان عليك زعلان واجد
أنا زعلان عليك. بس كذا نطلع من البث. لا لا تطلع. تكفى لا تطلع من البث. تكفى لا تطلع من البث. بتحطم إذا طلعت. بيطلع من البث. اطلع يا أخوي. يا شيخ ندور لكم طريقة تحايط عليها تنفخ علينا طلع من البث. أصبر يا أخوي ندور لكم طريقة. أحبك الله أحبتني بي. جالس أدخل هنا. أصبر شوي. طلع من البث أقوى تهديد. يلا طلوع جماعي. والله جوالي ضايع صراحة ما هو معي. الحين هم بنشوف خاص انستغرام. تكلم انست عن فضل حوض. ابشر ابشر ابشر. طيب شباب بناخذ قسط لين نفتح الجوال هنا. بناخذ قسط مع الشباب. شباب اللي يبغى قسط يطلب قسط عشان تفسير الاحلام. نتك مو كويس. المنطقة اللي انا فيها النت فيها سيء. قسط شباب فقط. ها بس ما عندي جوالي. مو معي. ما هو معي جوالي اصلا. شكلك معصب عليه. معصب عليك انك تنفخ. اصبر اصبر بفتح الانستغرام. استنى استنى نفتح. انت اللي تقول لا يا حبيبنا والبنات. انت على وجهي شو تقولين يا حبيبنا. نعم الو. نعم نعم نعم. السلام. الحمد لله ان شاء الله بخير. الله يعطيك العافيه. كيف حالك؟ الحمد لله. نعم حبيت بس اسلم عليك. الله يسلمك من النار. علومك طيب ان شاء الله. الحمد لله. الله يعطيك يا اخي. وجهك يا اخي شع نور ما شاء الله. الله يجزاك خير. هذا ممتاز يا اخي. تذكر يوم اكلمك في الليل الشيخ؟ ايوه. ما تذكر ولا تذكر؟ والله ما اذكر. يكلموني واجد في الليل. يوم تقول ايش؟ ها؟ يوم تقول ايش؟ يوم اقول اهلا هلا بالضيوف العزيزين. عزيزين. اللي تشرف بحضورهم بثنا. بثنا. واهلا وهلا ومرحبا ملايين. ملايين. عم الفرح بحضوركم يا سندنا. سندنا. انتم هلا الدار وانتم هلا الدين. دين. وانتم اللي ضاق الفضاء تسعنا. تسعنا صح لسانك. صح بدنك. وتذكر يوم اقول لو عرف النحل طعم عينيك لترك العسل وذهب اليك. هاي شيخ. الو. والله صراحه احرجتني. يا جعل ما حد ينحرج غيرك يا زينك. والله الله يسلمك يا اخي. والله احبك حب لو تدريبه تطير. الله اكبر. مثل الوحش لا ضف ريشه وحا. كفو والله يا اخي. انت زرنا يا اخي في الحسا. هو انت العشق على الحسا. اي ولي ذاك اليوم. تعال يا ابوي. ذاك اليوم تعال عندك. ذاك اليوم تسوق مدرع ما ادري تسوق. لا حول مو مدرع. لا ذاك اليوم في الدوريه بس ما ضبطت. بس ما يقطع في الخط. عرفتك يا الامير. عرفتك يا بعد روحي انت. والله زين ما جيت تخاطب اميره. ايه اميره خل عبد الملك. حق عبد الملك. خل عبد الملك يكبر شوي ان شاء الله واخطبها له. خلاص نحجزها يعني. لا خلني بشاور الولد. خل الولد رايح. ترى المهر انا بدفع عنكم. الله يبيض وجهك. اي دام عبد الملك انت ابوه خلاص. الله يبيض وجهك.
لا والله نشتري مثلك الرجال الطيبين. اي والله جعل من جابك الجنه. الله يرضى عليك ان شاء الله. يسعد الصوت ربي. الله يسعدك. والله حبيت بس اسلم عليك واسمع صوتك. الله يسعدك. الله يسعدني. زعلوا علينا حق انستغرام. ليه؟ عسى خير ان شاء الله. برجع لهم برجع لهم. يا الله يسعدك ان شاء الله. الله يحفظنا وياك. مع السلامه. مرحبا. مع الصلاة المثل هذه ما نقدر عليها. خلنا نفتح لكم البث. أصبروا عاد بفتح لكم. والله جالس أفتح هنا إنستغرام الخاص عشان ترسلوا رؤاكم اليوم فقط استثنائي. عشان دقيقة خلكم معي. والله يا جماعة ودنا ما نعنيكم لكن غصب علينا اليوم نسينا الجوال. متى تنام يا شيخ؟ مالك علاقة يا أخي؟ حط لك معي أربع جوالات لكن أضيع. يوم ملينا رؤى. والله والله ضيع. مشكلة صارت تضيع. خله يفتح علق. لا والله مالك قدرة تقرأ. والله يا جماعة ودي أفسر لكم كلكم لكن ما نقدر. متى تغير البريك؟ اهدني بريك. طيب اهدني بريك غيره وغيره. يلا الله يحييك يا اخي. مرحبا. العسل اللي يقوله ثورة على القصيدة. والله شوف معلق. والله والله معلق. والله نشتهي مواضيع. والله بثينا وفسرنا سورة الفجر لكنه اليوم ما حالفكم الحظ. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا هلا. حياك الله. الله يسعدك يا رب. كيف حالك يا شيخ؟ لك طيب؟ آه بخير. الله يوفقك إن شاء الله ويسعدك. عندي ما عندي حلم صراحة. أنا بغيت أستفسر عن مسألة فقهية إذا في إمكانية. لا. تحديدا ما عندي والله فتاوي. ما أفتي. طيب عندي حلم أجل. أي. لا توتب ما عندك حلم. طلع الحلم فجأة. طيب طلع الحلم فجأة يعني حلم أكيد رؤية أكيد حقيقة. إي أكيد أكيد. وكنت يعني بفسرها بس ما حصل صراحة. طيب تفضل. زاد فضلك. الله يسعدك. أنا حلمت أنه كان في طوفان يجتاح مدينة. ممتاز. مو محددة بالحلم صراحة يعني مكان كان في مدينة اجتاحها طوفان كانت تملى المدينة مياه. من قوة الطوفان كنا نهرب. كانوا مجموعة الناس تهرب. كنت أمشي حتى وصلت طريق مستقيم جنبه بحر على اليسار. إذا مشيت هذا الطريق للأخير نجينا منه. فأول ما مشينا فمشيت من هذا الطريق والطوفان يلحقنا. فبعدها صرت لنهاية الطريق. صرت إيش؟ لنهاية الطريق. وصلت لنهاية الطريق. نعم. متى الرؤية هذه؟ قبل يمكن أسبوعين تقريبا. هي بعدها حصلت ترى حادثة للمعلومية. حادثة لك؟ هي يعني بعدها بيومين تقريبا يمكن مات ملك اليمن أو يوم بعد. أنت من اليمن؟ أنت من اليمن؟ لا لا سعودي. أي. طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت ملتزم مستقيم؟ فيه شيء من هذا. نعم.
إيه. هذه الرؤية قبل أسبوعين؟ إيه نعم تحديدا نعم. إيه. مرت بك فتنة أو مرت بك مشكلة أنت خاصة؟ إيه نعم مرت فيك أنت خاصة؟ يعني كان مشكلة نعم فيه فيه. إيه. طيب إذا فاستقم كما أمرت أنت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. تستقيم على أمر الله عز وجل وينجيك الله عز وجل بإذن الله. الله يعطيك العافية يا شيخ ما قصرت. والله يسلمك. آمين وياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب غيره يا جماعة شباب عندك رؤية؟ اطلب قسط والله اليوم قايم حظ الشباب اليوم يا شباب اليوم يومكم اليوم يومكم يا شباب اليوم يوم الشغل يا شباب اليوم يومكم اليوم يومكم انت اللي تقول لي تاكل وايد وانا ما اكل حسابك انا اكل بشر اكل على حسابك انا ولا يا اخي ما اكلت على حسابك يا اخي اذكر الله شوفوا بعض الناس شفت الملقوفة ذي اللي تقول شفتوا شلون وانا اكل على حسابك انا اكل على حسابك انا ما عاد ندخل بثك لا تكفين ادخلي بثي يلا بث طيب والله العظيم والله شوفوا يا شباب اليوم يومكم اللي بتفسير اليوم للشباب بالنسبة للقسط يطلب الشباب يبون قسط يطلبون حاليا قسط ونعطيهم قسط ثم نعاد بنشوف طريقة البنات آخر البث السلام عليكم عليكم السلام اخبارك يا شيخ يا مرحبا يا هلا تفضل انا حلمت قبل سنتين انها انا ولد خالي بيت خالتي انت ولد خالتي ولد خالتي بيت ايه؟ خالتي ايه؟ احترق البيت من قوة الحرارة نزلنا فنايلنا هو عطاني دب تقريبا لونها ابيض صارت الغرفه كلها ولعت فتحنا الشباك لدرجه الدخان هي طلع ما نشوف اللي برا ايه بس. ايوه انت ولد خالتك ايه ولد خالتك تمشي معه بكثره ايه صديقك الخاص ايه تجلس معه في البيت بيتهم كثير دايم ها دايم كم عمرك 17 وهو 15 تقريبا محافظ على صلاتك الحمد لله وهو يعني طيب أعد الرؤية من جديد كنا أنا وياه بيت خالتي واحترق البيت من قوة الحرارة نزلنا الفنايل هو أعطاني دب لونها أبيض شلون؟ هو أعطاني دب لونها أبيض حنا فتحنا دراج شباك فتحناهن طلع منه دخان لدرجة إنه ما نشوف اللي برا متى ذا الرؤية قبل سنتين إيه صارت لك مشكلة أنت وياه بعدين ودرى فيها أحد أو ما تقول أحد يدري فيها وصارت ودرى أحد فيها لا ما صار لكم هالشيء لا هل في أمر بينك وبينه تخفونه عن باقي الناس؟ إيه في؟ إيه
أمر كبير يعني شبه كبير. حلال ولا حرام؟ لا حلال. صدق؟ اي والله صدق. طيب لعل الرؤية خير، لكن أقول والله العالم أن الرؤية يبدو فيها مسألة مشكلة تقع، وأن تخفون أمر أنت وإياه، لكن قد يظهر للناس والله أعلم. بس يعطيك العافية، ما تقصر. يسر الله أموركم. مع السلامة مستر هجولة. طيب يا شباب، اليوم قايم حظكم ترى بالقسط، اليوم قايم حظكم بالقسط. الحمد لله، فيكم الله يصلح بالكم. طيب شباب، القسط للشباب زين، بعدها بنفتح رسائل للبنات، بنشوف لنا طريقة شلون، لازم نشوف لنا طريقة، لأن صراحة ما نبي نظلم. بس أنا على بالي شابكة بالشاحن، شابكة هنا وهنا ما شبكت، أبي أطفي الجوال. كل منكم الله يجعل لكم خير. يعطيكم الله يصلح بالكم. البنات بنشوف لهم طريقة، البنات ماخذين حقهم وزود، البنات في تفسير الأحلام ماخذين حقهم وزود، دائم هم اللي يرسلون، ودائم هم اللي يتصلون، ودائم اللي يمسك معهم الخط. هالمرة نبي شباب، خلوا الشباب يتنفسون، تنفس السعداء يا شباب. وين الشباب؟ يا البنات لحد يطلب قسط، الله يرحم والديكم. السلام عليكم. هلو. السلام عليكم. سلامة الله، شلونك أخي؟ حياك الله، تفضل يا أخي. شلون صحتك؟ الحمد لله. أنا معك وسام من العراق. حياك الله، تفضل. شو أخبارك يا أخ؟ الحمد لله بفضل من الله. شلونك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. عندك رؤية؟ والله أنا عندي رؤية. أي تفضل. أنا رأيتي قبل شهر. خير إن شاء الله. أتكلم ولا ما أتكلم؟ إيه تفضل يا أخي، أسمعك، أنا أسمعك، أنا أسكت عشان تتكلم. أنا من دين الشيعة. تفضل. بس جاني بالرؤية بأني صاير سني. أي. أيوة. بس كذا؟ بس كذا. أيوة. هذه الرؤية قبل شهر ولا تقول شهرين؟ قبل شهر. طيب أنا والله ما أعرف، كنت ما تعرفني ولا أدري وينك فيه ولا تدري وينك فيه. هل تحدث نفسك أو أنك تبحث عن السنة أو تسمع عن السنة أو تدرس عن السنة؟ لا صراحة ما أدرس. أي تحاول أنك تسمع عنهم شيء؟ أحاول بس ما أقدر. ما تقدر ولا أنت تبغى؟ أنت تبغى هالشيء، تريد هالشيء أنت؟ أريد هالشيء. أيوة. يمنعك مسألة الأهل والعشيرة؟ صحيح. أيوة. أول شيء أسأل الله أن يهديني وإياك إلى الحق، قل آمين. آمين. وأن يهدي جميع المسلمين إلى الحق. آمين. هذه الرؤية تدل على أنك عندك في نفسك شيء وفي قلبك شيء تريده، وتراه أن هو الحق وتريد أن تأتي، لكن بسبب اللي عندك أنت من الأمور اللي أنت عارفها، الجماعة والطائفة وكذا، تخاف. بس واضح يا واضح يا شيخ. يسر الله أمرك. أسأل الله أن يهديني وإياك سبل الرشاد. السلام.